أهلا بيكم، أنا عبد الحميد وهوايتي صناعة المجسمات الصغيرة والغريبة. كنا عملنا الأسبوع اللي فات بيت سبونج بوب، والنهاردة هنكمل مع بيت شفيق وبيت بسيط، وهنبدأ ببيت شفيق. أول حاجة استخدمت كوباية بلاستيك هي نفس الشكل بتاع بيت شفيق، وده هيوفر علينا كتير. بعد كده رسمت عليها الأشكال اللي قدامكم دي على شكل المناخير والحواجب والحاجات اللي زي كده. بعد كده استخدمت الفوم اللي هو الإيفا فوم ده، بس سميك شوية عن اللي موجود، ممكن تلاقوه في المكتبات أو ممكن تلاقوه عند بتوع مستلزمات الأحذية، لأن بيصنعوا منه الأرضيات بتاعة الأحذية. بعد كده رسمت عليه نفس الأشكال اللي فاتت. بعدين قطعتهم بالمشرط وقطعتهم كبار شوية، وبعد كده وانا بلزق بشوف حجمهم مناسب ولا لأ وبظبطهم على المقاس. بعد كده هلزقهم في اماكنهم بالشمع. الفكرة في الفوم ان هو مرن، فما جلزقه على الكوباية هياخد معايا الشكل بتاعها بسهولة، بس نقدر نستخدم الفلين او اي حاجة تانية. بعد كده هستخدم صلصال بينشف في الهواء، اي نوع صلصال. النوع اللي عندي كان طري قوي بيلزق في الايدين، فاستخدمت ورقة زبدة عملت منها طبقة تحت وطبقة فوقيه، وبعد كده بعلبة سبراي بدأت استخدمها عشان افرده. بعدين حطيته على التصميم اللي عملناه وبدأت اضغط بصوابعي عشان الصلصال ياخد نفس الاشكال بتاعت الفوم اللي تحته. ضغطت بصابعي الاول، بعد كده استخدمت اي اداة من الادوات بتاعة النحت عشان اظبط الزوايا شوية، ولو الصلصال ناشف في بعض الاماكن ممكن استخدم المية عشان انعمه عشان يندمج مع بعضه بسهولة. بعد ما خلصت هرسم الباب باستخدام اداة زي الابرة. الفكرة ان الباب هنا داخل شوية لجوه في التصميم الاصلي، فشلت الجزء اللي انا رسمته، وبعد كده حطيت طبقة ارفع او اقل سمك يعني من الصلصال عشان يبقى البيت داخل لجوه. بعد كده رسمت عليها الواح الخشب برضو بنفس الابرة زي ما انتم شايفين، وكده خلصنا الهيكل بتاع بيت شفيق، وهسيبه ينشف. عادة بياخد يوم كامل على ما ينشف. بعد كده هندخل على بيت بسيط. البيت عبارة عن نص كرة زي ما انتم شايفين في الصورة، فهستخدم كرة من الفلين، هتلاقوها برضو موجودة في المكتبات. هي بيبقى فيها خط في النص، فانا استخدمته كده كدليل عشان ارسم تحتيه بسنتي عشان يبقى الحجم بتاع البيت مناسب. بعد كده باستخدام كتر هقطع الجزء ده. ناخد بالنا واحنا بنقطع لان قطع الفوم السميك ده مش سهل وممكن يعورنا. بعد كده هستخدم معجون خشب جاهز، حطيت البيت في خشبة بتاعت شيش طاووق زي ما انتم شايفين عشان اقدر اتحكم فيه بسهولة. بعد كده بسكينة معجون صغيرة بدأت افرد، والسكينة ما كانتش عجباني فبعد كده بدأت افرد بصابعي. الفكرة في المعجون ان هو يدينا طبقة حماية للفلين ويخليه ناشف من بره، وكمان هيغطي الدوائر الصغيرة اللي بتبقى على سطح الفلين من بره عشان شكلها ما يبقاش وحش في الفينش. بعد كده استخدمت على صبعي شوية مية وبدأت انعم المعجون اللي موجود عشان ما اضطرش اصنفر بعد كده. وبعد ما خلصت هسيبه ينشف، وعادة بينشف في ساعة تقريبا. بعد كده هعمل السهم اللي هو موجود فوق البيت. استخدمت عصاية شيش طاووق واستخدمت قطعة من مضرب دبان عندي. بعد كده قطعت من المضرب ده قطع على شكل كروس قطعتين، وبعد كده قطعت الزاوية عشان تبقى الراس بتاعة السهم. بعد كده استخدمت السوبر جلو ولزقت الزاوية اللي قطعتها عشان تبقى راس السهم. استخدمت مع السوبر جلو الباكنج سودا، وقلت الطريقة دي قبل كده في كذا فيديو. بعد كده لزقت واحد من الكروسات دي ورا، وبعدين خشبة، وبعدين الكروس تاني، واخر حاجة لزقتها العمود بتاع السهم. تاني يوم كان البيت نشف، وزي ما انتم شايفين الصلصال سيء جدا، ما كنتش اعرف ان هو نوعه سيء كده، فشقق بشكل كبير، بس طبعا مش هنسيبه يبوظ لنا المشروع. فاستخدمت المعجون بتاع الخشب نفسه اللي استخدمناه قبل كده، وبدات اقفل الشقوق اللي موجوده دي، استخدمته برضو بالسكينه، وبعدين سويت بصبعي. وممكن الشقوق الكبيرة او العميقة تحتاج انك تحط معجون مرتين، يعني طبقة وبعدين تنشف وبعدين تحط طبقة تانية. بعد كده بدأت التلوين كالعادة بطبقة من لون أكريليك لون رمادي محطوط عليه غراء أبيض. الغراء مهمة جدا في الطبقة دي عشان تخلي الألوان بعد كده ما تأشرش. دهنت طبقتين ودهنت طبعا السهم كمان. بعد كده بدأت بقى تلوين بيت شفيق بلون أكريليك رمادي غامق ومتضاف عليه شوية أزرق.
والباب لونته بلون بني فاتح. طبعا الحاجات دي شكل الصور يعني على قد ما بقدر. بعد كده عملت حاجة زي ستيبلينج كده، اللي هو زي تنقيط بفرشة ناشفة، كأن بعمل نقط كده، واللون كان رمادي أغمق شوية وبرضه فيه نسبة أزرق أكتر. بالنسبة للبيت بسيط، لونته بلون بني محمر. حطيت طبقتين برضو، وبعد ما نشفوا برضو عملت ستيبلينج زي المرة اللي فاتت بنفس الفرشة بس بلون رمادي على بني. أما السهم فلونته باللون الأصفر. وعشان أصنع الشبابيك بتاعة البيت شفيق، استخدمت غطا عندي على المقاس مظبوط، بعد كده ضغطت بيه على الفوم عشان أعمل دايرة، وبرضو دورت على حاجة تكون القطر بتاعها أصغر شوية، لقيت دبلة صغيرة فعملت كده في النص كمان دايرة زي المنظر اللي انت شايفينه، وبعد كده هفرغ الدوائر دي باستخدام المشرط وأقصها. هستخدم الأشكال دي في صنع الشبابيك. كل اللي عملته إن أنا لونتهم بلون أزرق فاتح، وبعد كده عملت فيهم تأثير المسامير زي البيت بتاع سبونج بوب في الفيديو اللي فات، وكمان لزقت فيهم من الظهر بلاستيك شفاف بالسوبر جلو، وعملت عليهم برضو تأثير العوامل الجوية بغسول أكريليك بني. بعد كده لزقتهم في مكانهم وكده خلصنا بيت شفيق، ولزقت كمان السهم بتاع بيت بسيط وكده خلصناه. هو كمان بقى لنا بقى نعمل القاعده، انا عملتها طبعا في الفيديو اللي فات فمش هعملها تاني، بس عاوز انوه على جزئيه ان انا لما جيت اعملها استخدمت القاعده بتاعت بيت سبونج بوب وقطعتها بنفس المقاس، وكذلك الطريق بنفس المقاس عشان لما يتحطوا مع بعض يكونوا قطعه واحده. بعد كده بقى لنا ان احنا نلزق البيوت في مكانهم وكده خلصنا. اللي عجبه الفيديو يقدر يدعمني بانه يعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة، وتقدروا تتفرجوا على المحتوى القديم ان شاء الله يعجبكم. ولو حد عنده تعليقات عن مشاريع جاية ياريت يكتبها لي، واسيبكم مع النتيجة النهائية. سلام.